اهلا. روح هناك خوله الفضلات هناك. يلا تفضل معنا سيف. حالي بنات. روح هناك روح هناك روح تعالي هناك كلكم هناك. ليش؟ تفضل هنا. يعطيك العافيه دكتور فهد. حياك الله. تفضل يا مرحبا. حياك الله. كيف حالك؟ طال عمرك. الله يسعدك ان شاء الله. عاد تعالوا انتم تهوشتوا على المكان اقعدوا هناك. يلا تعالوا قعدوا. تعال انت فرات. فرات وخوله تعالوا قعدوا هنا. يلا مشي اقعد هنا بسرعه. يلا اليوم احنا قلنا اللي يلا قعد هناك. ما شاء الله ما شاء الله. وانت فرات مع خوله يلا نقهوي الاستاذ. شربت مويه؟ حياك الله دكتور. الله يبارك فيك. يعطيك العافيه. كل سنه مبارك. الله يبارك في ايامك. سعيدين بتواجدك معنا. الله يبارك فيك وحييك. الله يطول بعمرك. خير. جيب التمر يا بنت. واحده جيب التمر. يلا واحده جيب التمر. ايوه سلام عليك. ما شاء الله. الله يعطيكم العافيه. خذ خذ الله. لازم يعني؟ ايوه لازم. الله يحل. يا مرحبا دكتور. كيف حالك؟ حال عمرك. الله يطول بعمرك. سعيدين بتواصلك معنا. الله يعطيك العافيه. البنيات اليوم معنا في بنوتات. الله يعطيك العافيه. ما شاء الله ما شاء الله. جيبي مويه يا بنت. مويه واحده فيكم. واحده زين. الضيوف اللي يجون عندنا نقهويهم بعدين نسولف معهم. ما شاء الله زين والله. الله يعطيك العافيه. عاده العرب كرم. الله يعطيك. شموركم دكتور. الله يحييك ويبارك فيك وجزاك خير. حيا الله البنات. اهلا وسهلا. اهلا فيك. حياك الله يا دكتور. الله يحييك. شو اخباركم؟ الله يعافيك. جاهزين؟ مجهزين عاد البنات اللي هناك يجهزون لنا حلا. ما شاء الله بعد. ايه. ما شاء الله انتم سهلين والله. طيب تعالي فرات تقدر تقطعين؟ تعرفين تقطعين هذا الشيء؟ انا ها؟ انا يلا روز. انت يا روز يلا خذيه. انت روز وقطعي يا فرات. يلا سمي دكتور. الله يحييك. شو اخبارك؟ الله يعطيك العافيه. اول شيء نرحب مشاهدينا الكرام حياكم الله من جديد واهلا وسهلا فيكم معنا ومع فقره ايضا ضيفنا الدكتور فهد بن محمد الحمدان ايضا الاستشاري اللي يكون معنا باذن الله في ايضا التعاملات مع المراهقين وكذلك بشكل عام عن الاطفال باذن الله. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا بك. حياك الله. واهلا وسهلا بالاخوه المشاهدين والمشاهدات. الله يعطيك العافيه. سعيدين بتواصلك معنا من خلال برنامج بنوتات. اليوم راح نتكلم ان شاء الله عن حاجه مهمه اللي هي تربيه الاطفال وكيف انه احنا نغرس طبعا القيم الجميله بين الاطفال. ما شاء الله ما شاء الله. الحقيقه ان عالم الطفوله عالم جميل. جميل. إذا عرفنا كيف نتعامل معه. حلو. يعني عالم جميل ورائع وممتع. بس أهم شيء نأخذ الوسائل الجميلة في التعامل معه. جميل. قبل ما أبدأ الحقيقة أنا ودي أنبه إلى كتاب للأباء والأمهات. جميل. جميل جدا 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 لدكتور رائع اسمه دكتور إبراهيم العريض. نعم. هذا الكتاب لو يجهون عليه الشاشة. هذا الكتاب بعنوان في بيتنا طفل رائع. هذا الكتاب من أفضل بل أفضل ما قرأت في عالم التربية للأطفال. جميل جميل في غاية الجمال. وأنصح كل أب وأم باقتنائه. وهذه دعاية مجانية يعني ليست مدفوعة. الله يعطيك العافية دكتور. وما قصرت. احنا راح نتكلم برضو كثير عن في اهتماماتك يا دكتور انت برضو. نعم. في تربية كذلك المراهقين وكيف انه احنا نفصل او كيف نتعامل برضو مع الاطفال المراهقين او في سن المراهقة. كثير من الاباء كثير من الامهات يتابعونا من خلال برنامج بنوتات. اكيد لكل اسرة عندهم مراهقين او في مرحلة. اغلب الاسر. اغلب الاسر انه في مراحل المراهقين يعني يكونون فيها الاهل مهم عارفين كيف يندمجون مع حالة المراهق. بالضبط. فاحنا نبي يا دكتور تعطينا احنا المشاهدين كيف انه الاهل يندمجون مع المراهق وكيف يتعاملون مع المراهق. نعم. وكيف الفن اللي ممكن الام او الاب اللي تابعنا من خلال رسالتك يا دكتور نوصلها من خلال برنامج بنوتات. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. الحقيقه ان التعامل مع المراهقين والتعامل مع الاطفال هذا فن، والفن هذا بحاجه الى تعلم مهاراته. جميل. فبالنسبه للمراهقه بالذات لكي تستطيع ان تغير سلوك اي مراهق تحتاج الى اربع كلمات مجموعه في قولك حاتم. هذه الاربع كلمات مجموعه في قولك حاتم عباره عن الحروف الاربعه حاء والف وتاء وميم. اول حرف هو حرف الحاء وهو عباره عن حب، لغه الحب. جميل. بدون حب لا تكون هناك اسره مستقره. ولغه الحب لغه ساميه، لغه الابتسامه، لغه القبله. جميل. لغه الاحتضان،
التشجيع، الاحترام، التقدير، الرسالة، الجلسة الخاصة. جميل. وهكذا. هذا حرف الحاء، وبالحقيقة أن الحب ضروري لكل أسرة. جميل. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أعلن عن حبه لعائشة رضي الله عنها، وأعلن عن حبه أيضا للآخرين. ومثال بسيط، بنته فاطمة رضي الله عنها كانت تأتي إلي وهي متزوجة في بيته. جميل. فماذا كان يفعل؟ كان يفعل ثلاث أشياء رئيسية: كان يقوم إليها، ثم يقبلها بين عينيها، ثم يجلسها مكانه. جميل. قمة التعبير عن الحب، وقمة الاحترام، وقمة التقدير. جميل. ستشعر البنت بأنها لها كيانها الرائع، وأن أبوها يحترمها ويقدرها، وبالتالي ستشعر بسعادة بالغة، وستكون علاقتها مع أبيها علاقة جيدة. هذا حرف الحاء، والتي يجب أن تتقن بشكل كبير، لأن أغلب الآباء والأمهات يتعامل مع الأطفال بطريقة أنه يستمتع بهم في فترة الطفولة، الضحك والوناسة واللعب. جميل. ثم إذا وصل لمرحلة المراهقة يبدأ الابتعاد عن والمراهق في هذه الحالة هو أكثر الناس حاجة إلى الحب. طيب دكتور، من هذه الأشياء اللي أنت تذكرها، أنه هذه الحين برضو طريقة أنه إشباع الطفل المراهق، إشباع مراهق باللي هو في النقص العاطفي. اي نعم. جميل. اي نعم. النقص العاطفي بتكلم عنه بالتفصيل، لكن يعني هذه بالذات كلمة الحب. لن تستطيع التأثير على أي إنسان فضلا عن المراهق، فضلا عن الأطفال، إلا إذا كان يحبك. جميل. الأمر الآخر أنها عندما تستطيع تريد أن تؤثر على الآخرين وهو يكرهك، وهو علاقتك العلاقة اللي بينك وبينه علاقة متوترة، لن يستجيب لك. جميل. أيضا حرف، طب إحنا بنختصر شوي، لأن حرف الألف هو إقناع أو اقتناع. جميل. أي حوار بيني وبين المراهق ولد المراهق لابد أن يكون هناك حوار وأخذ وعطاء، أخذ رأيه واحترام رأيه، ثم نتبادل الآراء، ثم نصل إلى رأي مشترك. جميل. وهذا لابد يكون المراهق مقتنع تماما بكل ما يعني بكل ما يطرح. ليش؟ أنا مثلا أوضح له سلبيات الشيء السيء. جميل. ووضح له إيجابيات الشيء الجيد. بالضبط. يعني فمعناته أنه مرحلة أنه نوصل إحنا وياه في عمق تفكيره. بالضبط. يعني هو الآن كيف يفكر؟ الآن هو لابد أن توضح له مضار الأشياء السيئة وفوائد الأشياء الجيدة. جميل. أما أن تقول هذا شيء لا يناسب، هذا شيء لا يصلح. أيوة. عند ذلك أو عيب، هذه العبارات ليس لها قيمة. أما الحرف الثالث فهو حرف التاء من حاتم، وهو عبارة عن كلمة تشجيع. جميل. وهناك عبارة تقول: التشجيع للإنسان كالماء للنبات. جميل. وكذلك عبارة أخرى، وأتمنى أن يعني ينتبه لها الآباء والأمهات والبنات هنا، لا تركز معنا بس، وهي عزز الإيجابيات الصغيرة. طبعا عزز معناها زد. أي. عزز الإيجابيات الصغيرة، الأشياء الحلوة الصغيرة كذا، عززها حتى تختفي السلبيات الكبيرة. جميل. وسأذكر مثال في المدرسة. معلم كان عنده أحد الطلاب فاتح دفتر الفصل، والمعلم أثنى على هذا الطالب وقال: ما شاء الله دفترك جميل وبالألوان. فالطالب الثاني اللي جنبه حس أيوة فتح دفتره. يريد ماذا، أو بالضبط ماذا يريد؟ يريد أن يتسول، أو هذا الطالب يتسول الثناء. وأنا قلت يتسول، هذه يمكن عبارة فيها صعوبة شوي، لكن هذه الحقيقة. حرف التاء هذا هو التشجيع. لابد يا بنات، يعني حتى احنا في حياتنا بعدين نشجع الآخرين الأشياء الحلوة اللي عندهم، نقول ما شاء الله عليكم، والله شيء ممتاز، شيء رائع. أي شيء جميل نشوفه في الآخرين نشجعهم عليه، عشان الشيء يكبر ويصير معنا. يعني لما احنا عارف شو يقول الدكتور، يا سلام عليك. يعني مثلا انا بيني وبين واحدة، مثلا بينكم بين واحدة من البنات مشكلة مثلا. إيه؟ اذا اثنيتي عليها وشجعتيها وخلاص، هي ما هي بحاجة انها تتهاوش معك، خلاص بتصير صديقتك. إيه؟ صديقتك، وتحس انك قدرتيها واحترمتيها. وبالتالي الحرف الرابع هو حرف الميم، وهو متابعة. وش سويت يا ولدي، وش صار عليك، وش صار الموضوع الفلاني. هذه الرباعية أتمنى أن يعني يتقنها الآباء والأمهات تماما. جميل جدا. أنا ودي أسأل البنات بس. يلا بنات. إيه. ركز معانا هنا. نبغى يعني أبرز شيء تبغونه من آبائكم وأمهاتكم.
يلا يا فرات ايش تبغى؟ شيء واحد. ايش تبغى من امك؟ يلا ما نبغى طبعا ما نقول ايباد ما ايباد لا, لا. نبغى شيء يعني يتعلق بالتعامل. يلا ايش تبي تتعامل؟ شلون تبغين امك تعاملك في البيت؟ كيف تبغى؟ لا انت ايش تبغين امك تعاملك؟ يعني ايش ترتاحين له؟ هل ترتاحين انها مثلا تشجعك؟ هل ترتاحين انها مثلا تهاوشك؟ تهاوشك؟ ايش ترتاحين له؟ ايش ترتاحين؟ انت تقولي الحين ماما تشوفك. ما انت ايش ترتاحين؟ في بعضهم مثلا يقول والله انا ارتاح ان امي تجلدني عشان انا صحصح. وفي بعض يقول لا والله انا احتاج ان امي تحبني وتدلعني عشان انا اسمع كلامها واصير باللي تبي. وفي بعضهم يقول لا والله انا مثلا ما امشي الا بمزاجي، احب امي تاخذ تعطيني يعني مزاجي لكن بطريقه اللي امي تقول لي اياها تنصحني فيها. يلا انت ايش تبغى يا ماما؟ تحبني وتدلعني، اي شيء اقوله تشتري لي. لما كنا نسوي مع رؤى لا يا حبيبتي احنا نبيك انت ايش تبغين ماما تسوي لك؟ ايش التعامل امك دائما تعاملك؟ ايش التعامل اللي تبينه؟ تحبني. ايش التعامل؟ تبغين تحبك على طول؟ لا يعني تحبني وتربيني. طيب واذا اخطيتي وش تقول لك مثلا؟ اذا اخطيتي الله يهديك. ممتاز ممتاز حلو. تحبين انت تقول لك دائما الله يهديك. حلو يعني ممتاز. طيب مثلا اخطيتي وفقعت وجهك وش تقولي لنا؟ اسفه. يا سلام ممتاز قمه التربيه ما شاء الله. يلا يا خوله انا ابغى امي تحبني وتشجعني دائما. ايه وانا احبها دائما وابغى واشجعها ان شاء الله اشجعها بكل شيء يسويه. انت يا تمارا؟ انا امي ابغى انها ما تتعب ودائما اساعدها ما شاء الله وتدلع. وش تحبين دائما؟ تحبينها تدلعك ولا تضربك؟ دلعني. حلو. وانت يا رب انت ذكرتي شيء ممتاز قلتي انا اساعد امي وهذا شيء والله ممتاز ورائع ما شاء الله تبارك الله. الله يعطيك العافيه. يلا يا رند تفضل استمعي لك. احب امي تدلعني. ايه انا اني كل يوم اساعدها. تحبين ماما تدلعك يعني دايم. حلو. وانت يا روز ايش تحبي ماما تسوي لك؟ لا ايش تبغين ماما تسوي لك؟ تبغينها تقول لك يا رند يا روز اسمعي كلام وتهاوشك ولا تبغينها تعاملك تحبك وكذا؟ تحبني. يا سلام. وش بعد؟ وساعدها باي شيء. ممتاز. اذا ساعدتيها باي شيء خلاص يزداد حبها لك. بالنظافه. ايه وترتيب الغرف. يا سلام. نظافه ترتيب الغرف ممتاز فعلا خلاص يعني امك تدخل الغرفه تحس ان كل شيء مرتب. إيه. كل شيء في مكانه. ايه ممتاز. يعطيك العافيه. وانت يا رجوانه؟ جوانا يلا. يعني احب ايوه يعني احب امي يعني احبها كثير و ما شاء الله ما شاء حلو. الله حلو يعني توديني وتطلعني يعني كل شيء اذا بغيت منها حلو. تقول ان شاء الله بس اذا سويت شيء وسويت كذا قلت الله يهديك واذا طقيت واذا سويت لي اي شيء اقول لها الله يهديك. الله يعطيك العافيه. وانت يا لينا يلا ايش تحبين تعاملك ماما؟ ايش تحبين ماما تعامل؟ تعاملك ايش ماما؟ تضربك تدلعك تحبك؟ لا تعدل. لا ايش تبغين امك تعاملك في البيت؟ تضربك تحبك تقولك والله لازم توجهك؟ ايش تبغين تسوي لك دائما؟ إذا سويت شيء حلو يعني تبغانا تقول لك ما شاء الله ممتاز كذا مثلا؟ ايه دائما كذا. ممتاز ما شاء الله هذه شهادة. ايه ما شاء الله. ما شاء الله تبارك امهاتكم الله يخليكم امهاتكم ويطول في اعمارهم. قول امين. 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 نعم. مرة ماما كانت في دوامها كان عليها اجتماع وكانت تطول بعدين انا كنت طفشانة قلت ليش ما اصير لحالي خل ارتب الغرفة وارتب البيت. ما شاء الله شعور جميل ورائع. بعدين ماما رجعت وافتخرت فيني. ما شاء الله. يا سلام. مثال جميل. دائما ارتب البيت لان ابو تجمع عن البيت دائما ارتبه واخليه ويجد تلقاه نظيف ومرتب. ما شاء الله. بعدين تبارك لي وتفخر فيه. ممتاز. ما شاء الله. انتم اعطيتوا الان رسالة للبنات انها اذا رتبت غرفتها ونظفت مكانها تصير ما شاء الله محبوبه عند امها وترتاح امها في التعامل معها. جميل جدا. اتمنى ان كل الناس ان كل البنات ما يصرخون على امهاتهم كذا يعني تنفتح قلوبهم. جميل جدا. يعطيك ان شاء الله باذن الله. انا انصح اني
أنا أنصح الكل يشاهدنا اليوم إيه؟ أنصحه أن يسمع كلام أمه إيه؟ وما ينفخ عليها وما يقولها أنف وما يقولها أف ولا ولا طنشها إيه؟ ممتازة. ومثلاً إذا ناد خلاص عشان اسمع الدكتور بس اسمع الدكتور يلا اسمع الدكتور آخر مداخلة من البنات يلا المرة بصح كان الجنة تحت أقدام الأمهات الجنة تحت أقدام الأمهات زين مرة كانت رجلها تعورها كانت تجيب فكسة ثانية بعدين أنا دخلتها بعدين جت خالتي من بيتها وزين قلت لها خالة أنا دخلت الجنة بالفكس يعطيك العافية شكرا لكم عاد الحين بنسمع الدكتور رشيد معانا الله يعطيك العافية دكتور الله يسلمك هذا ما شاء الله يعني دليل على نموذج رائع جميل ما شاء الله تبارك الله دكتور يمكن انا حضرت دوره انه حضرت دوره اول في احد المعاهد انه كيف تفهم نفس المراهق او كيف تعيش جو المراهق المراهق يحتاج يعني المراهق عنده اشباع او عنده مثلا نقول طفره في 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 قضيه انه انا كيف اعطيه الحب كيف انا اعيش معه في الاشباع اللي هو يتمناه دائما المراهق فاحنا دكتور نبغاك تتكلم عن طريق يعني برنامج بنوتات انه وش يحتاج المراهق من ناحيه ايضا انه علشان الاهل يكونوا معه يكونوا دائما بصف بالضبط. جميل. اول شيء بس بقدم هدايا بسيطه للاخوه المشاهدين والمشاهدات. في عندي 8 كتب مجانيه يستطيعون المشاهدين والمشاهدات الحصول عليها من حسابي يكتبون المدرب فهد الحمدان. جميل. ويحصلون على الكتب مجانيه. هذا واحد منها هذا واحد من الكتاب اللي يعرض كتب. الان تفضل هذه كتب مجانية هذا كتاب نحو مراهق آمنة كيف تفهم ولدك هذا عبارة عن صيدلية متكاملة للتعامل مع المراهق ويستطيع الأب والأم إذا قرأه بشكل كامل أن يحصل على معلومات جميلة تساعده على فهم طبيعة هذا المراهق وكيفية التعامل معه جميل. هناك أيضا 8 كتب أخرى جميل. موجودة في المفضلة في حسابي في تويتر زي ما قلت لو يكتب على الشاشة الآن يطلع أو المدرب فهد الحمدان ويطلع الآن اللي تحطون أنا بس الله عليك العافية سيد أشرف مخرجنا الحساب الدكتور فهد يكتبون المدرب فهد الحمدان فقط جميل. ويطلع جميل. في تويتر شيء آخر في تويتر ويحصلون عليه في المفضلة شيء آخر في هدية أخرى جميل. وهي عبارة عن 35 طريقة لإيقاظ المراهق قصات الفجر موجودة أيضا في المفضلة جميل وهذه 35 طريقة خاصة بالمراهق وتتعلق أيضا بالطفل في مرحلة الطفولة جميل بالنسبة للمراهق أولا ودنا يعني أن ما نحاول نضخم موضوع أنه يعني فعلا مشكلة أو أنه يعني يحتاج إلى تعامل خاص هو مثل غيره لكن نحتاج إلى معرفة خصائص النمو حقته يعني لو تشتري مثلا جهاز كمبيوتر وتشغله مثلا هو خط نقول 110 تشغله على 220 يخرب اكيد يخرب لازم تقرا كتيب التشغيل بالضبط الكتالوج المراهق عنده كتيب تشغيل لكن كيف نحصل عليه نحصل عليه من الكتب هذه بالضبط او نحصل عليه من برامج تدريبيه او نحصل عليه من مواقع النت عن طريق يعني القنوات الفضائيه وغيرها هذه الاشياء لابد منها ماذا يحتاج منا المراهق رقم واحد ويجمع عليه جميع المراهقين سوت استبانه في مجموعة كبيرة من المدارس حلو يقولون نحتاج إلى الإنصات ما هو الإنصات؟ نسمع أيوة ننصت بشكل كامل زي ما شاء الله البنات الآن ينصتون بشكل كامل حن ننصت بشكل كامل أيضا المراهق بحاجة إلى أننا نفهم دوافع سلوكه يعني مثلا كذب عاند تصرف تصرفات معينة رد علي تأخر عن البيت أنا سأعطيك إذا تكرمت تعطي المشاهدين والمشاهدات السداسية التعامل مع أخطاء المراهق أو مع مشكلات المراهق أو نقول باختصار مع شكوى المراهق نفترض الآن أن فيه أحد الأبناء جميل. بارك الله فيك نفترض أن في أحد الأبناء مثلا جاني وقال لي أنا والله عندي مشكلة مع معلم أو بنت مثلا قالت عندي مشكلة مع معلمة أو مثلا قال والله واحد بنت خالتي مثلا ضربتني او كذا المهم في شكوى من بالضبط رقم واحد من السداسيه هذه للتعامل مع هذا الموضوع طبعا قبل ما اذكر السداسيه اغلب الاباء والامهات ماذا يفعل يقول تستاهل هذا اما يقول تستاهل هذا حقك وما جاك ايه او يقول ليش ما ترد عليه ايه يعني كانها قانون الغاب او يحقق معه يعني وش صار وش سويت وش كذا اذا السداسيه هذه اتمنى يعني يفهمها الـ يعني الاباء والامهات ويدركونها بشكل جيد جميل رقم واحد
زي ما قلنا قبل شوي أنصت له، إذا جاك يشتكي أنصت له. الإنصات هذا إيه أسمعه. الإنصات هذا إيش معناه؟ معناه إني أقدرك وأحترمك وأحبك. حلو. اثنين. هاي بنات. بنات ركزوا معانا هنا شوي. إبراهيم ركزوا معانا بنات. إيه. اثنين إذا أنصت له أنا بعدين تفهم مشاعره، يعني أقول والله الموقف اللي صار لك، يعني مثلا بنات مثلا واحدة ضربتك مثلا. وجيت مثلا لأمك أو أبوك وقال وقاعد يسمع لك، جيد؟ هذا واحد. اثنين قال والله اللي صار لك هذا شيء مؤلم، وأنا لو صار لي أنا يمكن متضايق أكثر منك. صح. إذن رقم اثنين تفهم المشاعر، إيش معناه؟ يعني جايني متضايق أنا أحاول أخفف منه، أخفف من انزعاجه. بالضبط. رقم ثلاثة أطلب من حلول. ليش أطلب من حلول؟ لأن الحلول اللي تجي مني أنا ما تناسبه. أيوة بالضبط. أطلب من حلول هو من عنده. افترض أعطني حل من عندك. نفترض إيه أعطني حل من عندك. افترض إنه مثلاً قال إذا معلم مثلاً غلط عليه أو معلمة غلطت عليه. نفترض إنه طالب في الثانوي يقول أروح أكسر سيارته. نفترض أي مشكلة. نأخذ أيوة. هذا ونخليه على جنب. زين ونطلب من حلول كثيرة. بعدين ناقشه في سلبيات وايجابيات كل حل، نقول والله الحل هذا طيب إيه؟ انت اذا كسرت سياره المعلم ايش بصير؟ بيروح يشتكي الشرطه وجاي الشرطه بتاعه وانا بتضرر وبدفع فلوس وما ادري ايش. لازم اناقشه في سلبيات وايجابيات كل حل. الخطوه الثالثه قلنا الخطوه الاولى عفوا الانصات، اثنين تفهم المشاعر، ثلاثه اطلب من حلول. الخطوه الرابعه ان اتفق انا وياه على حل. جميل. يعني اقول والله ما شاء الله عليك، يعني الحل الفلاني هذا، بس لو سويت كذا اذا نتفق انا وياه على حل، لما اسوي له الشيء هذا وش بيصير؟ هو بيتعلم كيف يحل مشكلاته. بالضبط. تزداد ثقته بنفسه. بالضبط. النقطه الخامسه وهي الدعاء له. طبعا دعاء احنا كنا ندعو لعيالنا، بس دعاء له امامه. أيوة. يسمع، لازم يسمع. أبشر. زي ما قالوا البنات قبل شوي، يقول يعني دائما امي تقولي يا ربي يوفقك ربي. أيه. كذا. بالضبط. ايه آخر نقطة وهي المتابعة. وش سويت ولدي أمس؟ وش صار على موضوعك أمس؟ متابعة. إيه نعم، يعني أنا تابع، أنا أقول وش صار على موضوعك أمس حتى هو يحس إني أنا معه. بالضبط. فيه دراسة سويتها على 11 مدرسة متوسطة وثانوية. جميل. وكان على الطلاب اللي عندهم مشكلات، ف90% من الطلاب، وأنا دخلت في دار الملاحظة ودخلت في السجون وغيرها، 90% من مشاكل المراهقين حلو عدم التعامل، غير كذا، وهو نقص الثقة في النفس من أساليب التربية الخاطئة، السب والشتم والإهانة وعدم إعطائه احترام وعدم إعطائه تقدير، وبالتالي هو وعدم إعطائه إشباعه بالحب، وبالتالي هو إيش بيسوي؟ هو يبحث عن هذه الأشياء في مكان آخر. بالضبط. عند غير أبوه وأمه. إذا هذه السداسية بسعيدها باختصار حتى بالضبط. عشان الوقت دكتور. نعم. رقم واحد أنصت له. اثنين استمع. اي انصت استمع. اثنين تفهم مشاعره. ثلاثة اطلب منه حلول. جميل. اربعة اختر انت ويا حل. خمسة ادع له بالتوفيق. ستة متابعة. ايه؟ طيب عشان كذا انا ايضا ممكن نعطي ثلاثية اخرى. جميل. اذا سمحت، يعني هذه ترسخ في اذهان في ثلاثية اسميها ثلاثية تدمير التربوي. جميل. مجموعة في قولك قادة. قادة. إيه. أول شيء قاف وهو قسوة، ألف إهمال، دال دلال. هذه الثلاث طبعا البنات يقولون أمي تدللني، هم قصدهم أمي تحبني تظهر لي حبها. أيوة. فاسمها فهموها بي. إذن قاف قسوة إهمال دلال. هذه الأشياء نسميها أنا ثلاثية تدمير التربوي. أيضا في نقطة مهمة في هذا الجانب، أني أنا أتعامل مع المراهق بعيوبه، أتعامل معه بعيوبه، يعني عنده عيوب، كلنا عندنا عيوب. بالضبط. ما قدرنا نصلحها. أيضا في نقطة ثانية بنات، أني أحاول قدر الإمكان أني ما أصطدم معه. المراهق مثل القطار السريع. أيوة. ما خلاص إذا عصب خلاص. أعطي مثال على المراهق مثل البريق الفايح. إذا فاح صفه. إذا باحي إذا فاح وش أسوي؟ يعني إذا حطيت يدي عليه بتحترق يدي. بالضبط. طيب وش أسوي؟ أو إما أني طبعا أصبر لين يبرد وخلاص أقدر أشيله. لكن أغلب الأباء والأمهات يصدم معه في مرحلة. فالواجب أنه هنا دائما يعني ننتظر حتى يهدأ أبناؤنا. أنا أعيد فقط بس تذكير بالحساب في تويتر، أقول المدرب فهد الحمدان 8 كتب مجانية. الله يحصل عليها. وايضا زي ما قلت قبل شوي 35 طريقه. جميل. لايقاظ المراهق صلاة الفجر، وفيه فوائد عظيمه ان شاء الله سيحصلون عليها ان شاء الله. ونقول لجميع المشاهدين ان شاء الله يدخلون بالتويتر
ويتابعون، لانه والله الحديث معك ممتع. الله يبارك فهد فيك. اللي طبعا حابب يعني يتواصل اكثر يدخل على حساب الدكتور فهد او المدرب فهد الحمدان عن طريق تويتر ويشوف جميع الكتب اللي طبعا اعدها لنا الاستاذ فهد يعطيه العافيه. شكرا حيات. لك احنا شاكرين لك هالحضور، يعطيك العافيه، وشاكرين لك تواجدك معنا. ودنا ناخذ وقت اكثر لكن احنا محدودين بفضل الله. يوفقكم الله يطول عمرك. شكرا لك، حياكم ما قصر حبيبي. الله يعطيك العافيه. ما شاء الله، انا بعد خلصنا تونا. الله يعطيك، خلاص يلا نسلم على الدكتور فهد. الله يعطيه العافيه. يلا سلم، حياكم الله. شكرا، يلا يعطيك. اهلا، يلا بسرعة. شكرا، يا سلام عليك. الله، هلا هلا. يلا سلموا على الدكتور. شكرا، قولوا شكرا يا دكتور. مع السلامة. الله يعطيك العافية يا دكتور، ما قصرت. هلا، إن شاء الله أبشر. يعطيك العافية دكتور، شكرا، ما قصرت. الله يعطيك. تبغى أعطيك أجيب لي موية للدكتور؟ لا خلصنا خلصنا. الله يطول عمرك. صورة جماعية دكتور بس عشان نسينا احنا. يلا عندنا فقرة ال تعال بنات. يلا صف واحد. شكرا. صف واحد، صف واحد. ما حد، يلا تغطوا على بعض. يلا تفضل دكتور. يلا يلا صف واحد، تعالوا. يلا صف واحد، يلا يلا تعال صف واحد. يلا 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 بنات، يلا. شكرا يا دكتور، الله يعطيك العافيه، ما قصرت. شكرا، يلا استريحوا يا بنات، استريحوا. يلا انا ودي الدكتور وجيكم. يلا سلام، استريحوا. الله يعطيك العافية دكتور. نبي نحضر لك عاد إن شاء الله دورة. إن شاء الله. آه مهتمنا في الدورات اللي هي والله بشرب مويه. أول ما قلت أنا ما قلت أنت وش والله العظيم. وش وجهك؟ بشرب مويه. ليه عنكب؟ تسبح مويه عنكب هذا. مويه. يلا شكرا دكتور، يعطيه العافية. الحين عرفتوا وش يقول الدكتور وسمعته. تعال يا رن. تعال. رن. تعالي ابراهيم اليوسف يبي ينجلد هنا. طيب اوكي، شكرا لهذه لينا، جهزوا لنا. تعالوا امشوا، تعالوا يلا، تعالوا قدموا حلاكم اللي جبتوه. يلا جهزوا، تعالوا قدموا. يلا شكرا اللي قدموا الحلا اليوم. شكرا روز، احنا راح ناكل الحلا بعد الحلقه. يلا كل واحد تاكل الحلا. يلا يلا كل واحد تاخذ. يلا بسم الله سم ابو لا. شكرا هذه لينا وجوانا الجريش، يعطيهم العافية، قدموا لنا هالحلى الجميل، يعطيهم العافية. بالعافية. ابراهيم يوسف ما في. يلا كلهم استفدتوا من الدكتور؟ ايوه استفدنا منه اشياء كثيرة. شو نسوي يعني دايم؟ لازم نسمع كلام ماما ما نقولها فول. لا، إذا صديقاتكم زي الحين تو أنتِ خاولة وفرات تطقون على المكان. ما طقينا. المفروض واحدة فيكم تعطي الثانية مجال عادي، خلاص اجلس هنا، اجلس فوق الديكور عادي، اي واحد يجلس في اي مكان صح؟ يعطيكم العافية. شكرا. بس تشكرين؟ يلا قول تفضل. طيب بس استاذ اشرف تبي تقول شيء يلا تفضل قولي. لو سمحت اشكركم واحبكم كثير. يعطيك العافية. وانت يا لينا؟ قولي لهم شيء يلا قبل ما اخذت. يلا شكرا. وانت يا روز؟ واشكر استاذ فهد الشعير مره. حبيبتي شكرا، يعطيك العافيه. نشكركم احنا. حطوا شوي خلينا نقول بنوتات. شكرا لجميع طاقم العمل، يعطيهم العافيه. الاستاذ ها؟ اشرف مخرجنا الله يعطيه العافيه، والاستاذ حسين الفيفي، والاستاذ منير يعطيه العافيه، وجميع طاقم العمل اللي موجودين معانا. عبد العزيز النزهان، ابراهيم اليوسف، سعد التميمي، جميع طاقم برنامج بنوتات، شكرا لكم، يعطيكم العافيه. نلقاكم ان شاء الله السبت الجاي باذن الله في حلقه جديده وحاجه ان شاء الله اكشن جديد باذن الله. يا ركن بنوتات شوفوا السين السهره. بنوتات احلى ما احلى بنات. بنوتات ما شاء الله عليهم يحفظكم. أحلى براءة وأحلى بنات. بنوتات ما شاء الله عليهم يحفظهم ربي يخليهم كل جمال الدنيا فيهم ومعهم أحلى حكايات. كل واحدة فيهم شطورة ضلوعة وحلوة أمورة ومعهم تكتمل الصورة يا بهجة كل الأوقات. بنوتات مع أحلى بداية أنشودة وموقف وحكايات.